المبادرة هذه تهدف إلى لفت النظر لهذه المؤسسة ولأصحاب الهمم، تأثيرها إيجابي علينا نحن الحاضرين وعلى أصحاب الهمم وعلى المؤسسات. اليوم أصحاب الهمم والتدوير والناس، أنا أقول حتى الناس العمال اليوم شافوا شيء يمكن يعطيهم دافع للعمل أكثر. اليوم شفنا من أصحاب الهمم مبادرة جميلة، يعني شيء يرفع الرأس. اليوم مبادرتنا بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ووحدة التأهيل الزراعي في منطقة العامرة، لهدف نسعى من خلاله إلى تعزيز دور مراكز التواجد البلدي في المناطق السكنية والأحياء ورفع كفاءة وحدة التأهيل الزراعي في منطقة العامرة من مدينة العين. هذه المبادرة تساهم في تنظيف المنطقة وتهيئتها لزراعة أكبر منطقة فيها، بحيث أن نزيد أكبر عدد من الطلبة نستوعبهم في هذه المنطقة. دور مجموعة التدوير في المبادرة إرشاد وتوعية ذوي الاحتياجات الخاصة أن يهتمون بنظافة المزرعة. نظافة من الإيمان.